تشاهدون في هذه الحلقة من أضواء سهيل. في عيده العالمي، المعلم اليمني أوجاع لا تنتهي. المهرة، في الحرب ترحل الأسماك. تعز، الطفل عبد العزيز لا يذهب إلى المدرسة، وهيكل العريقي يذهب إلى الجامعة في سن 50. عارف الشميري، مأساة الحياة بأكياس فارغة. عتق، البي سي آر تخفف أعباء المسافرين والمغتربين. وأطفال مخيم الجفينة، فرحة ما تمت. أضواء سهيل يأتيكم الجمعة 8 مساءً، ويعاد السبت 2 ظهراً.